بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقصة الصلاة في السفر، بعض العلماء اشترط قال إذا كان يعلم مدة سفره فيقصر 21 فريضة من غير أيام المسير، وبعض العلماء قال وقالوا إذا كان لا يعلم فيقصر إلى أن يرجع إلى البلد. فهذا الكلام صحيح ولا؟ المسألة فيها يا بني فيها 21 قول للعلماء، فهمت؟ ولكن الراجح أنه ما دام لم يعزم على الإقامة المطلقة غير مقيدة فإنه يقصر، حتى لو بقي 4 أيام، ولو كان يعلم أنه سابق 4 أيام أو 5 أو 10 أو 4 شهور أو 4 سنين. والتفريق بين كونه يعلم مدة أو لا يعلم ليس عليه دليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في تبوك 20 يوم وهو يعلم أنه ما تكفيه 4 أيام قطعا، وأقام عام الفتح 19 يوم في مكة يقصر. ومن المعلوم لا يمكن أن ننظم هذه البلدة التي فتحها ويرسل إلى ما حولها ليهدم الأوثان أنه يكفيه 4 أيام. ثم لم يقل يوما من الدهر يا أيها الناس من عزم أن يبقى أكثر من 4 أيام فلا يقصر، ما قال هذا، بل قدم في حجة الوداع آخر سفر سفرها، قدم في اليوم الرابع وجعل يقصر الصلاة حتى رجع للمدينة، وهو يعلم أن الناس يأتون قبل اليوم الرابع. هل كل الحجاج لا يأتون إلا من الرابع فما بعد؟ سؤال لكم، كل الحجاج ما يجون إلا من الرابع فما فوق؟ أبدا. في الحجاج من يأتي في أول الحجة، ومنهم من يأتي في القعدة، ومنهم من يأتي في شوال. الحج أشهر معلومات، متى تبتدي؟ من شوال. هل قال لأمته وهو يعلم أن منهم من يأتي قبل اليوم الرابع، هل قال من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم؟ هذا أمر مو هين، صلاة. فلما لم يقل هكذا علمنا أن هذا الحديث الذي استدل به من يقدر ب4 أيام علمنا أنه دليل عليه وليس دليل لله، لأنه يقول الرسول يعلم أن فيه من قدم قبل ذلك ومن يقدم بعد هذا، يعلم هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. ولم يقل للأمة يا أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة فعليه الإتمام. فالمهم أننا نقول القصر معلق بالسفر، فما دمت مسافرا فالقصر ثابت في حقك، ومس 3 أيام على الجوارب والخفين ثابت في حقك، والفطر في رمضان ثابت في حقك. إلا أننا نقول الفطر في رمضان لك أن تفطر، لكنه لا ينبغي أن يأتي رمضان الثاني إلا وأنت قد أديت الواجب عليك. لماذا؟ لئلا تتراكم عليك الشهور، وتعرف إذا تتراكم عليك 4 شهور مثلا صعب عليه أن يقضيها. فإذا كان إفطار سببا لعدم القضاء فليقضي. نعم. إيش القصر؟ سنة مؤكدة، وبعض العلماء يقول بالوجوب. أما إذا كان في بلد، والناس يصلون ويتمون يجب عليهم يصلي مع الناس ويتم، إلا العذر.